إذا عود لك لكم بفئة under 14 category girls. سابين حمدر. سابين حمدر هي المشاركة الأولى بهيدي الفئة بفئة under 14 girls. إذا بانتظار انطلق سابين. انطلقت سابين بال انطلقت باتجاه على البايو اويل ليوب. سابين لا صار قاطع من وقت 11 ثانية. فعلا أجواء حماسية اليوم عم نعيشها بملعب نادي الرياضي بيروت. سابين عم تنطلق باتجاه الرانك باسنج سيركل عم تخطيها بنجاح وتروح باتجاه الكاستانيا تو بوينت شوت. بتضيع المحاولة هون عم بتابع مع الباك بورد. تحية لكل اللي عم بيشوفونا عم بيتابعونا عم بيحضرونا عم بيسمعونا عبر الفيسبوك. معكم انطوني مجدلين على التعليق. هنا انطلاقه لسابين عم تروح باتجاه المعوض 3 بوينت شوت بحال سجلتها تحسن 3 ثواني. هذا الشيء اللي عم تعملوه. الوقت الاصلي 40.54 ثانيه. سجلت 3 نقاط بصير وقتها 37.54 ثانيه. لانا شريف. سابين حمدر يعني سجلت وقدرت تحقق 37.54 ثانيه بوقتها. لانا عم تنطلق. هي لانا هي المشاركة الثانية بهيدا الفئة. لانا خطة مرحلة ترامبولاين لتروح باتجاه البايو اوي ليوب يلي عم تقدر تسجلها. لانا بتروح باتجاه الرونيك باسنج سيركل اللي عم تخطيها بنجاح وتنتقل سريعا من بعدها باتجاه الكاستانيا 2 بوينت شوت. تاخذ التسديدة بتضيع المحاولة. لانا عم بتابع هون مع الباك بورد تقدر تسجل. بياخذ تسديد معوض الثلاثية عم تسجلها لانا 37.85 ثانية. سجلت ثلاث نقاط بصير وقتها 34.85 ثانية. ريم لبان المشاركة الثالثة بهيدي الفئة هي ريم لبان. بتابع المباراة من على أرض الملعب لاعب نادي الرياضي أمير سعود لبرانس. أمير خطة مرحلة ترامبولاين لتروح باتجاه البايو اويليوب يلي عم تقدر تسجلها بنجاح لتنتقل سريعا من بعدها تخطى مرحلة الكونز. حاج مازن طبارة كمان عم يتابع المباراة او عم يتابع التورنمنت يعني من الصبح. الحاج مازن بالملعب عم يتابع الامور. توصل الى الكاستانيا 2 بوينت شوت هون بحال سجلتها بتحسم ثانيتين. بتضيع المحاولة. عم تتابع هون مع الباك بورد لتقدر تسجل. توصل الى المعوض 3 بوينت شوت بحال سجلتها بتحسم 3 ثواني. بتضيع المحاولة هالمرة. بتقدر تسجل هون. بتضيع المحاولة على عدة مراحل لتقدر تسجل وتنهي وقتها ب 47.85 ثانية. لين بو اسماعيل هي المشتركة الخامسة. لين ابو اسماعيل بهيدي الفئة في 11 بهيدي الفئة في 11 لاعبة. وصلت تصفيق حار من لاعبات نادي الرياضي الاندر 16 الاندر 16 اللي وصلوا. طبيعة الحال بيوصلوا اللاعبات او اللاعبين بيقعدوا وراي كل واحد بعيد عن الثاني. على بقرب فرصة رح بجرب فرجيكم السوشيال ديستنس الموجودة بين الاهل. هون لين ابو اسماعيل بتسجل تسديد كاستانيا. كاستانيا 2 بوينت شوت بتقدر تسجلها. ننتقل من بعدها الى لما عوض 3 بوينت شوت بحاسه جنتها بتحسم 3 ثواني من الوقت. بتسجل تسديدها معوض 36.43 ثانية. سجلت 5 نقاط بصير وقتها 31.43 ثانية. ليا شريم. أنا بإسماعيل فياض بتقول جو أون لين. عم تشجع لين بو اسماعيل يلي لهلا هي بالمركز الاول ب 31.43 ثانية. بالمركز الثاني هي لانا الشريف ب 34.85. ما في شيء انحسم ما في شيء انتهى يعني بعد الارقام اولية يعني على طول يعني بركي في كلمة لو موجودة. لو سرعت نكزة لو ركزت نكزة على طول هيدا الموجود بالكومبيتيشنز دايما خصوصا بهيك كومبيتيشن. هالقد بدها دقه هالقد بدها تركيز هالقد بدها سرعه وهالقد بدها تتحمل البريشر الموجوده. هون عم بتضيع تزيد كاستانيا ليا شريم.
لياب تقدر تسجل مع الباك بورد لتنتقل سريعا من بعدها باتجاه المعوض 3 بوينت شوت بحال سجلتها هون بتحسم 3 ثواني من وقتها بضيع المحاوله. عم بتابع وانا مع الباك بورد لتقدر تسجل ليها لتنهي وقت 50.60 ثانية. غادة شهاب الدين وبعدنا نحن بفئة ما دون 14 سنة للصبايا بعد الدفاع الأندر 16 والأندر 18 للشباب والبنات ومن بعدها في 3 point shooting competition تقدر تسجل البايو ويليوب في من بعد الاندر 16 والاندر 18 في البارنتس والكوتشز يشاركوا بسكيلز كمان ولا 3 بوينت بشوف كارين سكيلز فعلا كاستانيا 2 بوينت شوت عم تاخذها هالمره اذا سجلتها بتحسن ثانيتين من الوقت وهذا الشيء اللي عم تعمله غدا شهاب الدين تاخذ تسديده معوض الثلاثيه بعد سجلت تحسن ثلاث ثواني كمان هذا الشيء اللي عم بيصير ما في شيء انحسن 35.66 ثانية سجلت خمس نقاط بصير وقتها 30.66 نور احتيت إذن المركز الأول بصير لغادة شهاب الدين ب 30.66 ثانية المركز الثاني هو للين أبو إسماعيل ب 31.43 ثانية لعل هون هن أفضل أرقام تم تحقيقهم لحديث هاللحظة أفضل رقمين بالأحرى بقدر سجل مع الباك بورد البايو اويليو بتتخطيها وتروح باتجاه رونيك سيركل بتخطيها بنجاح بالاول محاوله تنتقل سريعا من بعدها باتجاه الكاستانيا 2 بوينت شوت بحصلش لتحسن ثانيتين هذا الشيء اللي عم تعمله نور حتير فعلا اجواء حماسيه بقلب ملعب النادي الرياضي قاع صاحب اسلام بالمناره ضيع هنا المحاوله قدر تسجل تنهي واو 34.25 ثانية سجلت نقطتين بصير وقتها 32.25 ثانية مايا بركات يعني إذا بتلاحظوا الفرق بالتنافس عم نحكي بالثواني وبالثواني بالأحرى كثير ضئيل يعني بين المركز الأول والمركز الثاني في ثانيتين أقل من ثانيتين والمركز الأول والمركز المركز الأول والمركز الثالث عفوا المركز الثاني في اقل من ثانية فرق يعني على قد الكومبيتيشن عالي عم بتكون بين النادي الرياضي هون مع لاعب مايا بركات هي المشتركه رقم 8 بالكومبيتيشن مايا بتتخطى ما بتقدر تتخطى من حيث ترنك باسنج سيركل لتروح سريعا من بعدها باتجاه الكاستانيا 2 بوينت شوت بحسش اللي بتحسم ثانيتين من وقتها بضيع المحاوله عم بتتابع هون مع الباك بورد يعني واحدة من الامور اللي كمان على اللاعب انه يكون عم بيركز عليها هي انه دغري يلقط الريباوند بحال ما قدر يسجل تاخذ تسديدة معوض بتضيع المحاوله بحال ما قدر يسجل اللاعب عليه انه يتابع ذا ريباوند 38.20 ثانية ليان عياد ليان هي المشاركة من بعدها في مشاركتين بالتحديد هي المشاركة رقم 9 بالتشالنج ليان تتخطى مرحلة السيركل تتخطى مرحلة كونز تروح باتجاه رونيك سيركل باسنج سيركل بتتخطيها بنجاح لتنتقل من بعدها باتجاه الكاستانيا 2 بوينت شوت يلي بتضيعها يعني هيدي وحدة من القصص على اللاعب او اللاعب يكونوا عم بيركزوا على هيدي الامور مطرح يعني بحال ضيعوا المحاولة او التسديد يكون في يكونوا دغري عم بيركضوا على الريباوند تيربحوا العشار من الثانية لانه عشار من الثانية 40.11 ريم غالي ريم غالي هي المشتركة ما قبل الأخيرة تسجل مع الباك وورد لين البايو ويلي اب تتخطى مرحلة الكونز لتروح باتجاه الرونيك باسنج سيركل يلي عم تخطيها بنجاح لتنتقل سريعا من بعدها باتجاه الكاستانيا 2 بوينت شوت يلي عم بتسجلها هون لتحسم ثانيتين من وقتها تنتقل سريعا من بعدها باتجاه المعوض 3 بوينت شوت هون بحال سجلت تحسم ثلاث ثواني بصير حاسمه خمس ثواني من وقتها بتضيع المحاولة لكن سريعا بتتابع وبتضيع المحاولة لو كملت
يعني 37.82 ثانية سجلت نقطتين، بصير وقتها 35.82 ثانية. المشتركة الأخيرة لارا كامبريس. المشاركة الأخيرة بهيدي الفئة هي لارا كامبريس، يعني لعل أفضل أمان تم غادة شهاب الدين ب 30.66. المشاركة الثانية بالمركز الثاني هي لين بوسماعيل ب 31.43، هن أفضل رقمين تم تحقيقهم لحديت هلا. لارا كامبريس عم تقدر تسجل البايو أويليا بتنطلق سريعا باتجاه الرونيك باسينج سيركل. قطع المحاولة، المحاولة الأولى تقدر تغطيها بنجاح. وصل الى الكاستاني توب كونسرتون بحاسة شلي تحسن ثانيتين، وهذا الشيء اللي عم تعمله. لعل صار وقت 28 ثانية رح يصيروا 29. تاخذ تثبيت معوض الثلاثية، بضيع المحاولة. تابعون تحت السلة مع الباك بورد، بضيع المحاولة على ثلاث مراحل. الرابعة بتسجلها 41.60 ثانية، سجلت نقطتين بصير وقتها 39.60 ثانية. المركز الأول هو لغادة شهاب الدين ب 30.66 ثانية، المركز الثاني هو للين بوسماعيل ب 31.43 ثانية. بدي اطلب من لاعب نادي الرياضي امير سعود يكون عم بيقدم الميدلز للفائزتين بالمركز الاول والثاني.